Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, ou la khair, comme vous voyez, nous avons fait l'air de repos, avec beaucoup de gens qui sont très amis, il y a un voyage, il y a une aventure جديدة. شكون هما هاد الناس هادو؟ فين ماشيين؟ علاش ماشيين؟ خليكم معنا وتعرفوا. فوالا لي زامي، احنا وصلنا بخير وعلى خير. بغيت غير نقول لكم بان هاد لا فيديو هتشوفوها في لاشين يوتيوب ديالي اللي هي خالد اندلسي، وكذلك في لو جورنال الكترونيك شمال بوست. بونجور بونجور. فين حنايا؟ مراكش. علاش جينا؟ نسالكم في الدورة الثانية ديال المنتقى الدولي لمذيعات المسرح بالعربية 9 فصول من حياتنا، كنبريبريزونتيو المدينة ديالنا طنجة. طنجة. اي فوالا لي زامي، بعد ما مشينا ارتحنا واحد شويه في لوطيل، جينا لهاد البلاصه هادي الرائعه باش نتغداو. وكما قال لكم قبيلتي الياس، جينا المهرجان مراكش لمبدعات المسرح في الدوره ديالو الثانيه، والفرقه ديال فيستيليجات من طنجه مشاركه بمسرحيه 9 فصول من حياتنا، واللي هيتم العرض ديالها في اليوم الاول من المهرجان. والفرقة ديال فيستي تابعة لجمعية طنجة وود اللي كتهتم بشؤون المسرح وبجميع التفاصيل اللي عندها علاقة بالمسرح، واللي رئيس ديالها هو إلياس البوشري، واللي هو في نفس الوقت المخرج ديال مسرحية 9 فصول من حياتنا. اي فوالا لي زامي، ان شاء الله وصلنا للمركز الثقافي الدولي اللي كاين في مراكش. الدراري هما دابا هيبداو يوجدوا راسهم ويعملوا المكياج ويلبسوا عليهم. اونتخ طون غنمشيو نشوفوا الياس، نجيبوه لهنا ونحاولوا نهضروا معاه شويه. هو معنا الياس البوشري، قبيلة كنت كنعمل لا بريزونطاسيون ديال لاسوسياسيون، قلت بانها اسمها طنجة وود وكتهتم باي حاجه عندها علاقه بالمسرح، وعندها الفرقه ديال فيستي اللي اليوم هتعرض المسرحيه ديالها، وانت هو المخرج وانت هو الرئيس ديال الجمعيه. دونك شنو ممكن تزيد اخر باش نعرفوا بالجمعية ونعرفوا بالنشاطات ديال الجمعية؟ داكور. الوغ بالنسبة للجمعية ديال طنجة وود، هي واحد الجمعية تأسست هذه تقريبا واحد 4 سنوات، هي جمعية ثقافية وفنية وكتهتم بشكل أساسي بالمسرح، ولكن يعني ملمة بجميع أنواع الفنون. فيها يعني شق ديال الفرقة ديال الرقص، وفيها شق ديال الفرقة ديال المسرح. الفرقة ديال المسرح سميتها فرقة فيستي المسرح المعاصر وفنون الفرجة. هاد الفرقة هادي انطلقت الاشتغال ديالها في المسرح منذ 3 سنوات، وكل سنة اشتغلت على عرض. فالسنة الأولى كان عندنا العرض ديال شريف نغا، كان إخراج ديال الصديق حمزة المغربي. السنة الثانية كان العرض ديال بنت اليهودي من إخراج ديالي، وهاد السنة هادي الثالثة يعني ديال الموسم 2019-2020 كاين المسرحية هادي ديال 9 فصول من حياتنا اللي تعرضت بطبيعة الحال بزاف، تعرضت في أكادير، تيزنيت، طنجة جوج مرات، والحسينة في معرض الجهوي للكتاب. وحاليا حنا دابا في مراكش، جاتنا دعوة من طرف الملتقى الدولي لمبدعات المسرح اللي كتنظمو جمعية فانوراميك، ودعونا باش نجيو نشاركو معاهم في هذا المهرجان هذا بنفس الوقت. سي تخي بيان. إلا بغينا تهضر لنا على المسرحية ديال 9 فصول من حياتنا، شنو الحاجة اللي كتمتاز بها هاد المسرحية هذه؟
بالنسبة للمسرحية ديال تسعة فصول من حياتنا، هي كتمتاز بثلاثة ديال الحاجات. الحاجة الأولانية هي أنها كتشمل مواضيع كثيرة، لأن هي كتهضر على الحياة ديال البشرية منذ نشأة الإنسان على وجه الأرض حتى لدابا، لأن هي تسعة فصول. فالمسرحية كتنتقل من فصل لفصل بواحد الترتيب الزمني، منذ يعني من الفصل الأول اللي هو تفاحة آدم نشأة الكون إلى الفصل التاسع اللي هو والآن، اللي كنتحدث فيه على الوضعية اللي كيعيشها العالم حاليا. الشيء الثاني اللي كتميز به هو أن ما كيناش لاغيجي، يعني التوسكي تكنيك كله كيتلعب سيغ سان. فالممثل هو اللي كيعطي الإكلاراج، هو اللي كيعطي الموسيقى، هو اللي كيعطي الغناء، هو اللي كيعطي الإيقاع، هو اللي كيعطي الموسيقى، هو اللي كيعطي كل شيء. وثالث حاجة كتميز بها هذه المسرحية هي أن ما فيهاش حوار، كاينه دراماتورجيا بيان سور، ولكن الحوار ما كاينش نطق ديال الحوار. هي معتمده باكثر على لغه الجسد، ومعتمده اكثر على التعبير الجسدي والكوريوغرافيا، باش كتوصل يعني للجمهور اوسع، وكتوصل يعني لاي شخص ماشي ضروري يكون كيفهم داك اللغه اللي تكتب بها داك الحوار في المسرحيات اللي عندنا في الحوار. يعني حاولنا ان احنا نشتغلوا على هذا النوع الجديد هذا، باش يعني نكون منفتحين اكثر، تجربة جديدة بالنسبة لنا حنا. انا المسرحية شفتها جوج المرات، واليوم غتكون لا ثوازيام فوا. باش نكون واحد شوية صريحين ونحاول نوصل واحد الميساج، المرة الأولى اللي حضرت لها في طنجة ما استمتعتش بها بزاف، باش نكونوا واضحين، حيتاش البيبليك ما كانش في المستوى المطلوب. كانوا الناس كيعملوا واحد شوية ديال الفوضى وكيهضروا مع بعضهم، التليفونات كيصوني وداكشي. ولا دوزيام فوا حضرتها في اطار مهرجان طنجة المشهديه، واللي دازت في واحد الظروف اللي هي رائعه، في دي كونديسيون اللي هما فريمون واعرين، البوبليك كان في المستوى، فريمون استمتعنا بالمسرحيه، الناس ساكتين كيتفرجوا في المسرحيه. دونك علاش فتحت هذا القوس هذا؟ راه الناس ملي كتكون كتلعب شي مسرحيه اولا كتكون سيغ سان، راه فريمون خص الظروف الملائمه اللي تساعد هادوك الناس باش يعطيو لو ماكسيموم، وباش حتى المتفرج حتى هو يستمتع بديك الشيء اللي كيشوف. دونك انا لا دوزيام فوا فريمون استمتعت بالمسرحيه وكانت رائعه. كم برافو. اليوم عندي سهر نحضر المسرحيه الثالث مره. هو هذا النوع هذا ديال يعني هو المسرح اون جينيرال، ولكن هذا النوع هذا اللي ما فيهش حوار كيتطلب تركيز اكثر، يعني التركيز ديال المتفرج، ولا تركيز ديال الممثل، لان المتفرج باش تقدر تفهم الفكره ديال المسرحيه والفكره ديال كل الفصل على من كيتحدثوا هذا، فخصك يكون عندك واحد التركيز، يعني تشوف اي حركه. انا ما عندناش حركات مجاني، ما عندناش حركات كتعمل هكا غير هايده وصافي، كل حاجه عندها المعنى ديالها، عندها المعنى ديالها، عندها الميساج اللي كتوصلوا، عندها لو بوت ديال الهدف ديالها، علاش تعملات، فوقاش تعملات، علاش تعملات ذاك الوقت بالضبط، شنو هو الايقاع الموسيقي، ولا الايقاع ديال الاله الموسيقيه اللي جا معاها، ولا الغناء اللي جا معاها. دونك خاصها تكون واحد التركيز اكثر، وفهمتي يعني المسرح كيختلف، كاين المسرح الكوميدي اللي الجمهور كيتفاعل فيه، كيكون ضحك ويشاط ويحيه، كاين بعض المرات اللي باش يبانوا مزيان، كاين بعض المرات اللي المخرج كيستعمل تقنيه يعني تكسير الجدار الرابع، هي من ان الممثل كينزل عند الجمهور، وهذا يعني هذا كيكون يعني العرض المسرحي كيتطلب يعني تجاوب مع الجمهور هذا. وكاين مسرحيات اللي لا يعني كتطلب يعني واحد الصمت تام، يعني حتى التصفيق يعني احيانا كيكون من الاحسن بلاش منه، باش كتبقى واحد لونشينمون غادي زعما تماك يعني مزيان، وما كيكونش واحد التقطع، وباش حتى البوبليك كيستمتع وكيفهم شنو واقع. دونك الياس، اتمنى لكم حظ موفق، وان شاء الله المسرحيه انا متاكد هتدوز في واحد لو كادر اللي هو رائع، وكنقول للناس سيروا تفرجوا المسرح، الا ما قدرتوش حتى انكم تعملوا المسرح سيروا تفرجوا، راه المسرح واحد الشيء اللي هو كبير. كيف ما قال لكم خالد، سيروا تفرجوا المسرح، المسرح هو تربيه، المسرح هو تعليم، المسرح هو تثقيف، يعني
المسرح هو درس قيم جدا مجاني كيعطيه لك الممثل والمخرج وفريق العمل كامل كيعطيه لك يقدمه لك انت ما عليك غير تجي وتستفد وتستمتع وسورتو لي مويان اللي كيخدموا بها الشباب راه هما دي مويان اللي هما بساطين وكيدبزوا وكيتقطعوا وتبرطعوا باش يعملوا واحد الحاجه اللي هي كما كنقولوا حنا في الشمال واحد الحاجه اللي هي متوله ومزيونه دونك اقل حاجه هو اننا نمشيو نتفرجوا فيهم ونشجعوهم. إلياس شكرا بزاف. قبل ما نسالي ولا انترفيو اللي بغى يدخل الفيسبوك انستغرام شنو يكتب؟ اللي بغى يتابعنا فاحنا الصفحه ديالنا في الفيسبوك في فرقه في ستيل المسرح المعاصر وفنون الفرجه. ها هي في ستيل المسرح المعاصر وفنون الفرجه وفي انستغرام في ستي تياتر. دونك هما اصلا غولي هاد لي دو اكونت مع بعضياتهم غتلقاو فيها يعني الجديد ديالنا العروض اللي غادي نقدموها ان شاء الله مستقبلا ولا حتى العروض القديمه اللي دازت وتبقاو على اطلاع في الجديد ديالنا. دونك كاملين مشيو عملوا جيم وعملوا ابوني وعملوا فولو واللي اول مره يشوفني وهيشوف لاشين ديالي انا خالد وهذه لاشين ديالي وأقدم كل ما هو جميل ومفيد عملوا لي أنا أبوني عافاكم عملوا سم خالد أبوني كيدير دي فلوغ خالد كيعمل دي فلوغ زوينين وكيختار مواضيع اللي مهمة راه ماشي روتيني اليومي داكشي لا بعيد كل البعد على داك تفاهات كتعمل كتفرج في واحد الحاجه وانت كتستافد وانت كتعلم وانت كتشوف حاجات جديده اللي يمكن ما تجيكش فرصه انك تشوفهم في حياتك. ميرسي بوكو إلياس. دونك هنساليو هاد الانترفيو الصغير ونخليكم مع لي زيماج اللي هتكون من الاجواء ديال المسرحيه اللي هتكون اليوم في اطار المهرجان. دونك ميرسي بوكو ونلتقي. دراري ما بقالو مالو يطلعوا لاسين عاملين واحد الريونيون صغيره واحد لو مومون دو كونسونطراسيون وشويه ونعاودو تحت ياك دابا غنطق واحد 10 مينوتكم ماكسيموم غادي نكونوا عودنا غادي نبداو العرض ديالنا كنتمنى انه
عارتي صفوتو من حياتنا من الإعجاب ديالكم. هذه بدون شك قلنا أننا بصح نكونو كنتفوقوا عام وكل عام كنحاولوا أننا نعملوا عرض جديد اللي هو كيليق بنا كفرقة وكيليق بطنجة وكيليق بالاسم ديال فيستي كجروب اون جينيرال. نتمنى التوفيق في أي خدمة منها لينا وجميع المسرحيين وجميع الفنانين. شكرا لكم. شكرا لك خالد بزاف وشكرا لكم ومرحبا بكم هذه المرة ومرة ديما جاو دائما في استيداركم وداركم ومرحبا بكم في أي ساعة. باش يكون معنا
ما نساوش حاجه اخرى، المسرحيه من اعداد واخراج الياس دبوس.